وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحة وسعادة. صباح الخير والنور والأشواق، صباح الازدهار لإماراتنا الحبيبة، وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون المثمر ما بين مؤسسة دبي للإعلام وعبر هذه الإذاعة العريقة إذاعة نور دبي. مستمعينا، برنامجنا مثل ما نذكر دائما هو برنامج عبارة عن نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده، وساحة للتفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها وغير ذلك من الموضوعات الطبية والحيوية التي تشغل بال الجميع. أطيب التحيات مني إليكم، محدثكم محمود يوسف، ومن طاقم الإعداد في قسم الإعلام بإدارة التسويق والاتصال المؤسسي بهيئة الصحة بدبي، وأيضا هذه تحيات مخرجنا المتألق دائما الأستاذ عيسى سبيل. في هذا الصباح خبرنا الرئيسي مستمعينا هو صحة دبي تستقبل رواد معرض الصحة العربي بحزمة من الإنجازات. طيب، أنا قبل أقول لكم هذا الخبر أيضا بخبركم أن عندنا مسابقة اليوم. هذه المسابقة في لها جائزة تقريبا 1000 درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي بالتزامن مع معرض الصحة العربي. بخبركم السؤال لكن بعد هذا الخبر. أنهت هيئة الصحة بدبي جميع استعداداتها الخاصة بالمشاركة في معرض ومؤتمر الصحة العربي الذي تنطلق أعماله اليوم في دبي وسط حضور كثيف من المؤسسات والهيئات الصحية والشركات من داخل الدولة وخارجها. ووفقا لما أقرته الهيئة في برنامج مشاركتها، سيشهد المعرض هذا العام حزمة من المبادرات والخدمات والنظم المطورة التي أنجزتها الصحة مؤخرا، وفي مقدمتها مجموعة التطبيقات الخدمية الذكية المتصلة بمبادرات دوائي وطفلي وحياتي. كما ستطلق الهيئة عبر منصتها المميزة مجموعة متكاملة من اللوائح المنظمة للقطاع الطبي التي من شأنها تهيئة مناخ الاستثمار في القطاع الصحي والارتقاء بجودة الخدمات الطبية، بما يعزز فرص إمارة دبي في تنشيط السياحة العلاجية. أيضا يعني ستعلن الهيئة خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي عن نتائج تقرير الحسابات الصحية لإمارة دبي للأعوام 2013 و2014، هذا الأمر الذي سيدعم متخذ القرار في توجيه الاستثمارات الصحية بالشكل الأمثل ووفق ما هو مخطط لها وما يرتبط بها من حاجات ومتطلبات فعلية مستقبلية. عموما نحن منسلط الضوء أكثر على مشاركة هيئة الصحة في هذا المعرض. ما أدري الدكتورة معانا على الهواء؟ طيب، أنا قبل أخذ دكتورة ليلى مرزوقي مدير إدارة التنظيم الصحي بهيئة الصحة في دبي بتعرفنا أكثر عن هذه المشاركة. بخبركم سؤال حلقة اليوم: أين يقع جناح صحة دبي في معرض صحة العرب؟ أين يقع جناح هيئة الصحة بدبي في معرض صحة العرب؟ الإجابة هم حاطين 3 إجابات، أنا بسهلها عليكم، بحط إجابتين. هل هي في قاعة راشد ولا الكونكورس؟ قاعة راشد ولا الكونكورس؟ عموما اللي يبغي يعرف الإجابة يمكن من خلال الحوار مع الدكتورة ليلى المرزوقي بيتعرف على الإجابة. مرحبا دكتورة. مرحبتين أخوي محمود. دكتورة، نحن ذكرنا بعض اللمحات العامة عن هذه المشاركة، لكن نبغي نسمع منك تعطينا فكرة عن مشاركة الهيئة بمعرض الصحة العربي وأهميتها. جزاك الله خير أخوي محمود على هاي الاستضافة، ومثل ما تعودنا من هيئة الصحة في دبي، الحين دائما ما شاء الله عندنا الجديد اللي يسهم في
تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة في إمارة دبي، واللي تضمن سلامة المرضى واللي تضمن الجودة العالية من هذه الخدمات الصحية المقدمة بالإمارة. طبعا اليوم إحنا إمارة دبي عندنا حجم الاستثمارات الموجودة في القطاع الصحي في إمارة دبي، الحجم هذا كبير، وطبعا إحنا في الفترة هذه أنه لازم نحن نركز على أن نشجع المستثمرين، خاصة بأن القطاع السياحة العلاجية في تطور مستمر في إمارة دبي، وهذا طبعا يعطينا حافز بأن نركز على تسهيل الخدمات التراخيص الطبية في إمارة دبي وتوفير المعلومات لجميع المستثمرين وللسياح القادمين إلى إمارة دبي بقصد العلاج. طبعا نحن عندنا الحمد لله إمارة دبي اليوم صارت على الخارطة العالمية للسياحة العلاجية، وتم تصنيف الإمارة في سنة 2014 على أنها في المرتبة 17، وهذا كان على حسب الميديكال توريزم أسوسيشن اللي هي جمعية السياحة العلاجية اللي موجودة في الولايات المتحدة. والحمد لله الإحصاءات اللي قامت هيئة الصحة بنشرها في الآونة الأخيرة شفنا أن هناك في زيادة عدد السياح القادمين إلى إمارة دبي بنسبة 18% من الأعوام السابقة في الربع الأول إلى الثالث في 2015. وطبعا أخوي محمود النسبة هذه فاقت توقعاتنا في الحقيقة، وهي والنسبة العالمية المعروفة أصلا هي الزيادة دائما تكون بين 12-15% في عدد السياح، لكن الحمد لله نحن في إمارة دبي وبدعم من معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة في دبي تخطينا الرقم هذا، والرقم هذا ليس بغريب دبي، فدبي دائما هي الأولى في جميع المجالات، والمجال الصحي لا يختلف عن بقية هذه المجالات. وطبعا العدد اللي سجلناه من السياح القادمين إلى إمارة دبي بقصد العلاج بحوالي 435 ألف سائح علاجي، والجيد أخوي محمود أن 45% منهم كانوا من السائحين الدوليين اللي جايين من برع الإمارة، وطبعا العدد هذا كان فقط من القاصدين اللي بقصد العلاج للمستشفيات الموجودة في الإمارة. ونحن إن شاء الله في 2016 أن نتوقع وأن العدد هذا بيزيد، لأن المنشآت الصحية الأخرى بتدخل معانا في الأعداد بتقديم أعداد السياح المعالجين اللي يجون في إمارة دبي. فنحن كان العدد عندنا 500,000، الهدف كان استقطاب 500,000 سائح علاجي بحلول عام 2020، لكن أخوي محمود نحن وصلت هالرقم تقريبا دكتورة، يعني 435 ألف سائح تجاوزه في 2016 إن شاء الله يا رب. هذا في 2015 كان الرقم، هي نعم، و2016 الرقم هذا إن شاء الله أكيد بنتجاوزه بحول الله إن شاء الله. دكتور أنت طبعا سبقتيني في الحديث في عدة محاور، ولكن أنا بتطرق الآن إلى يوم غد عندكم مؤتمر صحفي للإعلان عن لوائح جديدة لتنظيم المهنة في القطاع الصحي بدبي. يعني أنا ما أبغي أتكلم وايد بالتفاصيل عن هذه اللوائح، لكن أبغي لمحة عامة عن أهمية مثل هذه اللوائح ودورها في الارتقاء بمستوى الخدمات. طبعا الخدمات الطبية في إمارة دبي نحن دائما نسعى بأنها تكون بنفس المعايير العالمية، ودائما نحن نحب أن نقدم الأفضل والأحسن لمرضانا والقاصدين لقصد العلاج لإمارة دبي. وعلشان نوصل للهدف هذا لازم أن يكون نوفر اللوائح اللي تضمن الجودة اللي نحن نحرص عليه على تقديمها لجميع المرضى اللي والمقيمين واللي يأتون من برا بقصد العلاج. وطبعا نحن عندنا لوائح كثيرة موجودة، لكن هيئة الصحة في دبي نحن دائما نحاول أن نطور من هذه اللوائح ونضيف لوائح جديدة إلى هذه اللوائح الموجودة. وطبعا أنا ما راح أذكر أي تفاصيل مثل ما تفضلت أخوي محمود، لكن على سبيل المثال أثر بعض اللوائح التنظيمية اللي قمنا بالإعلان عنها، مثل لوائح التنظيمية لخدمات علاج الأورام ولخدمة مختبر النوم. طبعا هذه طبعا تعتبر اللوائح لعلاج الأورام
العوام. هذه أول مرة نطلقها نحن في ممكن نقول بهذا الشكل وبهذا التفاصيل في أول مرة. يعني الإمارة البيت تطلقها على مستوى الشرق الأوسط، ما حد عنده اللوائح بهذه التفاصيل. وكذلك مختبر النوم، هذا نوع من أنواع المنشآت الصحية الجديدة اللي قمنا بطرحها. طبعا نحن في إمارة البي دائما نحب نشجع الاستثمار في القطاع الصحي. نحن ما نكتفي بأن نشجع الاستثمار فقط، لكن نحن دائما نحب عنصر الابتكار وعنصر الشيء الجديد في الاستثمارات اللي نكتبها لإمارة البي. طيب دكتورة، يعني كيف تتوقعون مستوى الإقبال على منصة الهيئة من قبل المستثمرين ورجال الأعمال للتعرف على آلية العمل والتراخيص والتسهيلات اللي توفرها الهيئة للاستثمار بدبي في القطاع الصحي؟ وأيضا يعني عشان نغشش الجمهور، كيف ممكن يوصلون لجناح الهيئة؟ طبعا نحن مثل من خبرتنا من السنوات السابقة في هيئة الصحة ومشاركتها في المعرض، أن الإقبال ما شاء الله كبير على منصة هيئة الصحة. وطبعا نحن اليوم بالخدمات الجديدة اللي عرضناها على المنصة نتوقع أن الإقبال يكون أكثر حتى من السنوات اللي مضت، خاصة أن في هيئة الصحة دوم نحن عندنا الجديد والمبدع، طبعا مو بس جديد، المبتكر والأشياء المبدعة اللي نحب نعرضها سواء للمستثمرين أو للمستفيدين من قطاع الخدمات الصحية في الإمارة. نعم. طيب دكتورة، أنتوا طبعا مش متواجدين في قاعة راشد صح؟ خلاص عرفنا الإجابة. طيب دكتورة، نحن نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في طبعا المخرج عصب قال لي ليش تغشش. عموما نحن نتمنى لكم التوفيق من خلال هذه المشاركة وهذه الدورة في معرض الصحة العربي، وأيضا في انتظار إن شاء الله الجديد حول القوانين التي سوف تطرح غدا في هذا المؤتمر الصحفي، وأيضا بتكون لنا وقفة إن شاء الله مع أهمها دكتورة، فكل التوفيق لكم. شكرا أخوي محمود. شكرا جزيلا. إذن مستمعينا نذكركم بسؤال الحلقة اليوم، أين يقع جناح صحة دبي في معرض الصحة العربي؟ هل في قاعة راشد ولا في الكونكورس؟ قاعة راشد ولا الكونكورس؟ عموما ارسلوا لنا إجاباتكم على الرقم 4006، وأيضا عندنا مواضيع قادمة ما نطرحها من خلال هذه الحلقة، فابقوا معنا وإن شاء الله ما نسحب على الفائز مع نهاية هذه الحلقة. فاللي عنده الإجابات ممكن يرسلها لنا عن طريق الرسائل النصية على الرقم 4006 فاصل، ومن بعدها ما نرجع لكم. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في برنامجنا صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي. مستمعينا قبل الفاصل طرحنا عليكم سؤال الحلقة اليوم، والذي يعني تطرحه هيئة الصحة بالتزامن مع مشاركتها في معرض الصحة العربي. سؤالنا جائزته 1000 درهم مقدمة من الهيئة. السؤال يقول أين يقع جناح صحة دبي، هيئة صحة دبي في معرض الصحة العربي؟ وين يتواجد جناح الهيئة في هذا المعرض؟ هل في قاعة راشد ولا في الكونكورس؟ اللي تابع لقائنا مع الدكتورة ليلى أكيد عرف الإجابة. وبعد توصلني وايد إجابات غلط يا جماعة الخير ترى، لكن نتمنى منكم تتابعون الإجابة. نحن أوردي حذفنا سؤال يعني، أو حذفنا إجابة في هذا اللقاء. عموما أين يقع جناح هيئة الصحة بدبي المشارك في معرض الصحة العربي؟ هل هو في قاعة راشد ولا في الكونكورس؟ نغشش ولا عيسى؟ نغشش؟ هل يقع في الكونكورس ولا
في قاعة راشد. شيء غششنا يعني. عموما ما ننتقل الحين للموضوع الثاني في حلقتنا اليوم. الموضوع اللي ما نتكلم عنه الآن هو موضوع جميل، نتحدث عن تغير أنماط الحياة واعتماد البعض على المزيد من وسائل الترفيه والتكنولوجيا بشكل مبالغ فيه. هذا التغيير وكذلك يعني بالإضافة إلى هذا التغيير هنالك يعني إصابة البعض بالخمول والكسل. كل هذه العوامل زادت من آلام العظام وبالتحديد آلام العمود الفقري. هذا هو الموضوع اللي متكلم عنه، موضوع آلام العمود الفقري. ما أدري إذا المكالمة جاهزة معانا. جاهزة. طيب الآن ما نتواصل الحديث عن هذا الموضوع مع الدكتور عمر محمد بركة، أخصائي أول بقسم الإصابات والكسور بمستشفى راشد. حياك الله معانا دكتور. حياك الله، أهلا بك وأهلا بالحاضرين والمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. أهلا دكتور. دكتور يعني قبل ندخل بالتفصيل للحديث عن يعني آلام العمود الفقري، خلنا نتكلم عن الخدمات التي يقدمها مستشفى راشد في مجال تشخيص وعلاج كسور العمود الفقري، بما أن من المراكز الرائدة في المنطقة. نعم، مستشفى راشد بالحقيقة بعالج عدد كبير من المرضى المصابين بمشاكل وكسور العمود الفقري، ولهذا السبب تتوفر الخدمات من التشخيص السرير للمريض إلى الصور الإشعاعية السينية إلى صور الإسكانر للعمود الفقري والرنين المغناطيسي، إضافة إلى التشخيص الكهربائي الكتروفيسيولوجي إلى الأطراف العلوية والسفلية للتأكد من المكان المصاب بالعمود الفقري. جميل. هناك العديد من الوسائل الموجودة والحمد لله رب العالمين في مستشفى راشد لتشخيص المرض وتحديد هويته والبدء في العلاج لهذه الحالة المرضية. جميل. إذن الأجهزة والإمكانيات متوفرة في مستشفى راشد. نعم. لعلاج مختلف الحالات المرضية. نعم. طيب إذا ما بتكلم عن الحالات المرضية التي تراجع قسم الإصابات والكسور بالمستشفى، يا ترى ما هي أنواعها دكتور؟ إحنا بمستشفى راشد نتيجة أنه إحنا المركز الرئيسي في مدينة دبي وإمارة دبي والإمارات بشكل عام، المتخصص بالإصابات والكسور، ف أغلب حالاتنا المرضية هي عبارة عن كسور للأطراف العلوية والسفلية، الحوض والعمود الفقري. لذلك المرضى اللي عندنا بالمستشفى الكمية العدد الكبير أو النسبة الكبيرة من مرضانا الذين يعودون في مستشفى راشد هم لديهم كسور وكسور متعددة نتيجة أسباب عديدة. ممتاز دكتور. يعني ما أدري إذا تمتلك هذه الإحصائيات والأرقام، عدد الحالات التي تراجع القسم شهريا، وإذا عندك بعد أرقام خاصة ب 2015 ليت تشاركها معانا. والله للأسف الشديد حاليا أرقام بالتفصيل ما عنديش الإحصائيات. أفرج دكتور يعني كمعدل عام شهريا كم يوم؟ معدل عام أنا لك إحنا تقريبا بالعيادة احنا من براجعونا يوميا ما يقارب يعني فيك تقول ما يقارب 100 مريض بقسم الإصابات والكسور، زائد العدد قابل للزيادة والنقصان حسب عدد المرضى المسجلين. بس اللي بحب أقوله أنا للأسف الشديد، الواحد بيقول للأسف الشديد أنه عدد الإصابات والعمليات التي نقوم بها سنويا في ازدياد مضطرد، وهذا في مكان ما عم بزيد الضغط على المستشفى والمسؤولية على الأطباء والإدارة، والحمد لله رب العالمين الأمور أندر كنترول، ويعني نقوم بأكمل وجه بكل ما تطلب من القسم والمستشفى من تشخيص وعلاج ومتابعة المرضى. طيب دكتور، نحن في هيئة الصحة يعني من واجبنا نقدم العلاج لهؤلاء المرضى، لكن خلنا نتكلم دكتور، أنت قلت أن في زيادة في هذه الحالات، يا ترى شو هي أسباب هذه الزيادة؟ الزيادة هي أصلاً المرضانا بشكل عام مرضى الكسور والإصابات، وهي نتيجة لعدة الحوادث. نعم، أهم الحوادث
حوادث السيارات، الوقوع والسقوط من ارتفاعات مختلفة. اثنين، نتيجة الهشاشة في العظام عند الكبار بالسن. نتيجة بعض الأمراض اللي تؤدي إلى الكسور الغير طبيعية، نسميها احنا باثولوجيكال فراكشر، هي نتيجة الأورام ماشي اللي تنتقل من الأعضاء الداخلية إلى الجهاز العظمي، من كان بالعمود الفقري أو بالحوض أو بالفخذ أو بالأطراف العلوية. طيب. أسباب كتيرة بس من أهم مثل ما تفضلت هي قيادة السيارات والحوادث، الوقوع من الارتفاعات، وإيش الهشاشة العظام. طيب دكتور، أنا برجع لموضوعنا الرئيسي العمود الفقري، لكن بعد هذا السؤال دكتور، أنا في المقدمة كنت أتحدث عن أنماط حياة، وسائل ترفيه وتكنولوجيا، يعني أدت إلى الخمول والكسل، وأيضا تزايدت من يعني إصابة الجمهور بشكل كبير في أمراض العظام وأمراض العمود الفقري يعني. لكن دكتور الآن يعني اللي ألاحظه حتى عند الأطفال، نزلوا هذه شو يسمونها، السكليتر ولا ما الإيرويل هذه، يعني هذه أيضا شفناها تساهم بشكل كبير في زيادة الخمول اللي كان متواجد عند الأطفال نتيجة نمط الحياة. الآن دكتور، هل بالفعل مثل هذه التكنولوجيا تساهم بشكل كبير في زيادة الحوادث أو زيادة مثل هذه الشغلات، أو هل صادفتكم يعني بعض الحالات نتيجة هذه الأجهزة الجديدة؟ أنا بتشكرك كثير على طرحك هالسؤال المهم جدا بهاي الفترة. بالنسبة لنبلش نبدأ بالإير ويل واللعب الأطفال اللي موجودة حاليا، وبعدين ننتقل للمشاكل الثانية. سيدنا كالتالي، هاي المعدات والتكنولوجيا الجديدة، الأولاد عم بمارسوا ممارسة هذه الهوايات دون الخضوع لتدريب من جهة أو أخرى لقيادة هذه الوسائل للتعامل مع كيفية الوقاية من الكسور في حال وقوع الطفل أو الولد من هذه الوسائل. فهم علي؟ عاد إحنا للأسف الشديد نشاهد في طول أسبوعيا طفل أو طفلين أو ثلاثة متعرضين لكسور في الأطراف السفلية أو الأطراف العلوية، ويخضعون لإجراء عمل جراحي نتيجة ممارسة هذا النوع من الرياضات والهوايات اللي هي خلينا نقول في مكان ما ليست مفيدة للعمود الفقري ولا الطفل. الطفل لازم يجب عليه أن ممارسة الرياضة، الركض، السباحة، التمارين الرياضية، وليس يعني مزاولة هذا النوع من التكنولوجيا اللي هي عمليا لا تحسن وضع العمود الفقري والأطراف والعظم والعضلات والمفاصل. هاي شغلة. الشغلة التانية بالنسبة لنمط الحياة، نمط الحياة أنا بحب ألفت نظر الإخوة المشاهدين جميعا إلى أنه موضوع القيادة على الشوارع، يعني يجب الأخذ بالاعتبار وسائل الأمان عند القيادة، من حزام الأمان للتقيد بالسرعة، القيادة بشكل منتبه وتركيز على الشوارع، لأن الحوادث عندنا الكسور في عند حواجز السيارات تؤدي إلى كسور وإصابات حادة جدا. بعض الحين استعصي علينا يعني إجراء العمليات اللازمة لوضع المريض الصحي الصعب. أيوة، دي الشغل الثاني اللي بحب أقوله أنا بالنسبة للأخذ بوسائل الأمان والسلامة في العمل، هذا مهم جدا، لأنه لدينا عدد كبير من المرضى ومن بيناتهم العمود الفقري، السقوط من ارتفاع من 4 أمتار وما فوق، وطبعا المرضى يدخلون المستشفى بأوضاع حرجة جدا، كسر عمود فقري، شلل نصفي، شلل رباعي، كسر في العمود الفقري، الرقبة أو الظهر أو أسفل الظهر، يعني شيء محزن أن ترى شباب يعني مثل ما بقولوا سن ورد الورد، مكسور لديه كسر في الظهر،
يعاني من شلل نصفي أو شلل رباعي ويخضع لعملية وعمليتين وثلاثة. طيب دكتور، أنا الوقت قاعد يمضي سريعا عندي، لكن آخر سؤال عندي دكتور، كيفية الوقاية من كسور العمود الفقري إذا ما نعطي الجمهور بعض النصائح في هذا المجال وباختصار؟ الله يخليك دكتور. طيب بشكل عام الوقاية من كسور العمود الفقري هي نفس الوقاية من جميع الكسور في الجسم ككل، هو نمط الحياة الطبيعي الرياضي، التغذية الطبيعية والمهتم بالفيتامينات والخاصة فيتامين د، حكينا الرياضة ماشي. إذا كان المريض فوق سن 45 يجب أن ينتبه إلى موضوع هشاشة العظام ومعايدة الطبيب المختص من ناحية الأوستيوباروزيس للوقاية من الهشاشة. إذا المريض كان يعاني من أورام في مكان ما في الجسم فيجب عليه معايدة المريض، عفوا الطبيب، كل 6 أشهر لإجراء فحص أو فحص سريري أو إشعاعي للتأكد من أنه ليس هناك مشاكل في عظام الحوض والعمود الفقري. الأخذ بوسائل الحماية والتقيد بالسرعة عند القيادة، هناك عدة عوامل يجب أن يأخذها الشخص والفرد مش بمجمل الحالات للوقاية من هذه الكسور. بالضبط، ومثل ما تعلمنا ونحن صغار في المدرسة دكتور، الوقاية خير سبيل للعلاج، دائما ما نقول هذه الكلمة في كل المواضيع الصحية اللي نحن نطرحها. دكتور نعم، دكتور عمر محمد بركة، أخصائي أول بقسم الإصابات والكسور بمستشفى راشد، نحن شاكرين لك هذه المداخلة ونتمنى لكم التوفيق دائما. شكرا جزيلا. أهلا بك. حياك الله. أهلا بك. إذن مستمعينا، نعود لسؤال حلقتنا اليوم واللي يتزامن مع مشاركة هيئة الصحة بدبي في معرض الصحة العربي. السؤال يقول: أين يقع جناح هيئة الصحة بدبي المشارك في معرض صحة العرب؟ هل في قاعة راشد أو في الكونكورس؟ حد من الإخوان يعني كاتب لي الكونكوسة الإجابة. يا جماعة الخير، الكونكورس، والكونكورس هي مش قاعة، هو الممر اللي يتواجد خارج اللي راح المركز التجاري يعرف أن هذا الممر يسمونه الكونكورس، واللي تقريبا قريب من نسيت الفندق، دائما أخربط ما بين النوفوتيل وبيزا، وعند النوفوتيل صح؟ أي عند النوفوتيل. عموما اللي يبغي يجاوب على السؤال يطرش لنا مسج على الرقم 4006، مو بالكونكورس، الكونكورس اسمه. عموما فاصل وما رجع لكم. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعة نور دبي. نذكركم بسؤال حلقتنا اليوم، واللي ما نسحب على الفائز بجائزة مقدمة من هيئة الصحة بدبي 1000 درهم، وطبعا المسابقة سوف تستمر خلال أيام معرض الصحة العربي. سؤالنا اليوم يأتي بالتزامن مع هذا المعرض، السؤال يقول: أين يقع جناح هيئة الصحة بدبي المشارك في معرض صحة العرب؟ هل في قاعة راشد ولا الكونكورس؟ مش الكونكوسة، وفي أسامي غريبة ذكروا لي إياها المستمعين. عموما اللي حاب يشارك معانا ممكن يرسل الإجابة على الرقم 4006. ما ننتقل الآن مستمعينا، من كنا نتكلم يعني عن قسم الإصابات والكسور في مستشفى راشد، لكن الحين ننتقل إلى مستشفى دبي، وبالتحديد إلى قسم الكلى بمستشفى دبي، مع الدكتورة آمنة خليفة الحضري، استشاري أمراض الكلى بمستشفى دبي. طيب، مرض الكلى من الأمراض المزمنة والمعروفة اللي يفقد المريض بها وظائف الكلى تدريجيا. هذا التدريج قد يأتي أو يكون على مدى شهور أو سنوات.
فمنتكلم مع الدكتورة آمنة عن الأعراض وعن الوقاية والعلاج. حياة الله معانا دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتورة قبل لا ندخل في تفاصيل هذا المرض خلينا نتحدث شوية عن الخدمات اللي تقدمونها في قسم الكلى بمستشفى دبي بشكل عام. في قسم الكلى احنا عندنا غسيل دموي وعندنا نوع ثاني من الغسيل اللي هو غسيل زيروتوني، بالإضافة أن احنا نقوم بمتابعة وتقديم الرعاية الصحية حق المرضى اللي هم مصابين كل درجات الفشل الكلوي من الدرجة الأولى لين الخامسة في العيادات، وبعد بالإضافة إلى أن عندنا المرضى اللي هم المقيمين في المستشفى. طيب دكتورة شو الإمكانيات والتجهيزات المتوفرة في المركز؟ أنت ذكرت أنكم تتعالجوا من الدرجة الأولى للدرجة الخامسة، يعني من حيث الأطباء والأجهزة المتوفرة عندكم؟ من ناحية الأطباء متوفرين عندنا يعني بكل التخصصات، بكل مثل ما تقول درجات التخصصية يعني في القسم. نعم. من أخصائي إلى استشاري. نعم. بالإضافة إلى المقيمين اللي هم يون يتدربون عندنا. بالنسبة للأجهزة احنا حاليا عندنا أجهزة من 3 شركات تعتبر أكبر الشركات اللي هي تتعامل مع هالأجهزة الغسيل الدموي. نعم. والغسيل البريتوني بعد. جميل. هم هذه الشركات هم يعتبرون عالميا أحسن الشركات يعني، وأجهزتهم أحسن من هذا، وهي يعني كل ما يصير فيها أي تطور أو ينضاف لها أي شيء جديد في الجهاز نفسه، الشركة نفسها تي وتبدل الجهاز القديم بالجديد. جميل. يعني وحتى هيئة الصحة لا تألو جهدا في توفير أحدث الأجهزة في هذا المجال. دكتورة يعني ما أدري، أنا دائما أحب أسأل يعني عن أرقام وعن إحصائيات في مجال عدد المرضى والمراجعين للقسم، لأن أبغى أبين للناس حجم الجهد اللي أنتوا تسوونه. فإذا تحضرش بعض الأرقام دكتورة في 2015 أو حتى شهريا كم عدد المرضى والمراجعين اللي يجونكم أو الطاقة الاستيعابية اللي موجودة في هذا القسم؟ بالنسبة للغسيل الدموي حاليا عندنا تقريبا 236 مريض شهريا دموي. هي يعني هذا اسبوعيا يحتاجون هالعدد هو سنويا اقدر اقول لك عليه يعني. حاليا هو هالرقم 200 وكم دكتوره؟ 236 هذا سنويا، يزيد تقريبا 10% كل سنه. طيب أنا بس أحب أوضح هذه المسألة للمستمعين، أن 236 لكنهم على مدار السنة يحتاجون مراجعة القسم. هالمرضى بس أوضح صورة بس هالمرضى يجون 3 مرات في الأسبوع يعني. كل مريض منهم لازم يزور القسم 3 مرات في الأسبوع عشان يسوي الغسيل الدموي اللي هو 4 ساعات كل جلسة. هو القسم اصلا يعني قسم الغسيل هذا يكون يبتدي اول غسله فيه من الساعه تقريبا 7:30، والمفروض انه خلاص يغلق الساعه 11 عشان بعدين المكاين تاخذ فتره للراحه عشان تقدر تشتغل اليوم الثاني. لكن من كثر العدد المرضى اللي يعني يحتاجون الغسيل هذيله، بس المرضى اللي هم يجون من بيوتهم. انا ما حسبت لك المرضى اللي هم اصلا يكونوا مقيمين في المستشفى ويحتاجون الغسيل. صحيح. طيب احيانا نضطر الى ان احنا نخلي القسم فاتح لفترات اطول عشان نقدر نستوعب هذا العدد من المرضى. جميل. دكتورة أنا بتطرق الآن بعيد عن الخدمات اللي انتو تقدمونها إلى الأرقام أو يعني نسبة الأشخاص اللي يعانون من اعتلال الكلى محليا وعالميا. أبغى أعرف إذا عندك هذه الأرقام. محليا الإحصائيات شوية ما عندنا إياها بالضبط، بس أنا بعطيك يعني average يعني بصورة عامة تقريبا. بالنسبة عالميا 1 من كل 10 أشخاص مصابين بفشل كلوي بدرجة من درجات الفشل الكلوي. وتقريبا اللي هم يكون عندهم اللي يكون سنا أكثر من 75 سنة، نص هذيل الأشخاص يكونوا مصابين بدرجة من درجات الفشل الكلوي، هذا عالميا. نعم.
بالنسبة لل يعني محليا عندنا تقريبا في 2013 كان عندنا 600 مريض يغسلون في الإمارات ككل في 2013. طيب دكتورة، المستشفى يقدم خدمة الغسيل الكلوي الدموي اللي انت ذكرتيه وايضا البروتيني، يا ترى شو الفرق بين الكلوي والدموي والبروتيني؟ هو مثل ما ذكرت الغسيل الدموي هذا المريض يضطر انه يجي في المستشفى ثلاث مرات في الاسبوع، ثلاث مرات في الاسبوع ويحتاج ان احنا نركب له قسطره على أساس أنه يقدر يسوي هالغسيل، ويكون هو مرتبط بهالمكينة أربع ساعات في اليوم يومية يعني للجلسة. بالنسبة للغسيل البريتوني هو الغسيل هذا يسوى في البيت، المريض ما يضطر أنه يجي المستشفى عشان يسويه، لكن لازم يسويه كل يوم. وبالنسبة للغسيل البريتوني المريض يحتاج أنه نحط له بعد مثل قسطرة لكن تكون في البطن، وهذا النوع من الغسيل ما يكون فيه أي نوع من الدم، يعني ما في دم يدخل أو يطلع مثل الغسيل الدموي. وبعدين المستشفى يعني تتكفل أنه تعطي المريض الماكينة الجهاز اللي هو يركبه عنده بالبيت، وهو عبارة عن جهاز متنقل يعني هو بروح المريض أو حد من أهله يوصل بالجهاز، ومثل ما قلت لك ما في أي نوع من الخطورة أو من الدم في الموضوع. وبعدين المريض يكمل غسيله، تقريبا هذا الغسيل يكون 10 ساعات، عشان في مرضى يفضلون انه يكون بالليل وقت نومهم صحيح. لانه ما يحتاج المتابعه مثل الغسيل الدموي. صحيح. طيب دكتورة، يعني الارقام العالميه تشير يعني 1 من كل 10 اشخاص اعتقد نسبه عاليه، لكن الان صحيح. الان اذا ما بتكلم انا عن الوقايه من مثل هذه الأمراض اللي في الكلى، يعني كيف الواحد ممكن يقي نفسه؟ وأيضا كنا نسمع دائما ما أدري يقولون أن في بعض المشروبات اللي تساعد على حماية الكلى بشكل أو بآخر، هل هذا الكلام صحيح؟ مثل ما يقولون ماء الشعير أو شيء من هالنوع أنه يساعد الكلى، ما أدري هل الكلام صحيح ولا لا بعد؟ هو بالنسبة لهالسوائل يشربونها على أساس أنها تساعد الكلى أو مثل ما يقولون هي تساعد الكلى، عادة هذه تكون مدرات للبول. فهو الشائع عند الناس يوم يتكلمون عن مرضى الكلى يتكلمون عن حصوات الكلى، عادة يوم حد يقول عنده صحيح. ألم في الكلى يتكلم عن حصب الكلى. أي حد مثلا إذا يذكر لأحد من ربعه مثلا يقول عندي الكلى، اللي يتبادر للذهن على طول عنده حصب الكلى، فيقول له اشرب ماء، اشرب ماء شعير وبيتحسن. لكن هاي تعتبر مدرات للبول. هي تساعد اذا كان سبب الفشل الكلوي مثل الحصوات، لان هي عباره عن مدر تخلي المريض يعطش يشرب يكثر سوائل فتحسن الوضع. لكن بالنسبه للفشل الكلوي اللي هي الاسباب اخرى اللي احنا ممكن اذكر لك اياها، هذه المدرات البول هاي ما تساعد فيها، أو شرب ماء الشعيرة وغيرها هذه ما تحسن من وظيفة الكلى لا. لكن بالنسبة للأسباب الثانية اللي أقول لك إنه ممكن تسوي الفشل الكلوي غير الحصوات، أهمها والأكثر شيوعا السكر والضغط، فهذيلا شرب هاي المدرات ما تساعد وايد في تحسن وظيفة الكلى يعني. طيب دكتورة، يعني في الختام في كلمة أخيرة تبغين توجهينها؟ نصيحة تبغين تقوليها للناس؟ أود أن أنصح الكل أن يهتمون بالعلاج الكلى، وفي أشياء بسيطة جدا ممكن الكل يسويها عشان نقدر نحافظ على الكلى ونحد من انتشار مرض الكلى. وهالأشياء بسيطة مثل الاهتمام بالأمراض المزمنة، يعني اللي عنده السكر اللي عنده الضغط يتابع يراجع يسوي فحوصات يعني شهرية أو حتى كل 3 شهور، على أساس إن إذا عرف إن في تدهور في وظائف الكلى ممكن واحد ممكن يسيطر عليها في البداية. إنه إذا حس بأي بوادر أو أي أعراض غير طبيعية مثل انتفاخ في الأرجل، تغيير لون البول أو تقليل في كمية البول، إنه يراجع ما يتأخر.
بعدين التدخين واحد من العوامل الحين اللي يأثر على الكلى والبدانة. فهاي السببين الواحد ممكن أنه يتحكم فيهم وبالتالي ممكن يحافظ على نفسه ومن مرض الكلى، بالإضافة إلى أن الرياضة بانتظام. وفي أشياء بالأكل بالشرب، مثلا نحن خاصة جونا حار دائما، فيهتم شرب سوائل كمية كافية، أنه يقلل من تناول الملح في الأكل. ونقطة مهمة بعد أنه ما يستعمل أدوية بصورة عشوائية، خاصة مسكنات الألم. وأشكركم على هالاستضافة، وأود بعد أوجه دعوة للكل اللي يستمعون لنا، أنه إحنا سنوياً بالتضامن مع اليوم العالمي للكلى، اليوم العالمي نقوم بحملة توعوية في المستشفى هني، بالإضافة إن إحنا نزور دوائر مختلفة من خلالها نقدم نصائح عن أمراض الكلى وكيف الوقاية منها، وبعدين نسوي فحوصات مجانية للمتابعين اللي يجون يعني على المنبر، ونعطيهم النصائح اللازمة. أتمنى أن يعني أي حد عنده أي استفسار يحضر المستشفى دبي إن شاء الله بتاريخ 10/3، وبتكون في هالسنة يعني في مستشفى دبي الحمل. نحن حتى منحاول دكتورة نستضيف مجموعة كبيرة من الأطباء، ومنفتح هذا الملف يعني ضمن حلقات صحة وسعادة بشكل مفصل عن أمراض الكلى. نحن شاكرين لك هذه المداخلة الجميلة دكتورة آمنة خليفة الحضري، استشاري أمراض الكلى بمستشفى دبي، وكل التوفيق لكم في خدمات قسم الكلى التي تقدم في هذا المستشفى المميز. شكرا جزيلا دكتورة. شكرا لكم. إذن مستمعينا، نعود إلى سؤال مسابقتنا اليوم. نحن طبعا توقفنا الآن عن استقبال الإجابات، والشباب يقومون باختيار الفائز أو الفائزة بحسب القرعة. السؤال كان يقول يعني سؤال مسابقة اللي طرحتها هيئة الصحة بدبي بالتزامن مع مشاركتها في معرض الصحة العربي. السؤال: أين يقع جناح هيئة الصحة بدبي المشارك في معرض صحة العرب؟ هل في قاعة راشد ولا في الكونكورس؟ طبعا الإجابة كانت في الكونكورس. ممكن تزورون يعني المركز التجاري وتحضرون هذا المعرض اللي يحوي العديد من الجديد أو بما يستجد في القطاع الصحي على المستوى العالمي. هذا المعرض يعني واحد من أكبر المعارض، إذا ما كان الأول يمكن يكون الثاني على المستوى العالمي. تقدرون تطلعون على أهم المستجدات في هذا القطاع. طبعا الكنترول اختاروا الفايز. عندنا منو الفايز؟ شهد عادل عبد الله. ألف مبروك شهد عادل عبد الله، فازت معانا بألف درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي. ممكن تستلمين الجائزة سواء إذا بتمرينا في المعرض، ممكن تمرين المعرض هناك، وممكن يسلمونك الجائزة هناك، أو بعد يعني بداية الأسبوع القادم ممكن الخوات بيتواصلوا معك في مبنى الإدارة في هيئة الصحة بدبي، ممكن يدلون شوين بالضبط تستلمين الجائزة. عموما باكر عندنا سؤال جديد ومسابقة جديدة في هذا الإطار ضمن مسابقات هيئة الصحة التي تقدمها بالتزامن مع مشاركتها في معرض الصحة العربي. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم. كل الأمنيات لكم بيوم سعيد جدا. تقبلوا تحياتي، أنا محدثكم محمود يوسف، ومن الإخراج الأستاذ عيسى سبيل، ومن طاقم الإعداد بقسم الإعلام بإدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الصحة بدبي. وفي الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.